اليوم كما كان مقررا تنفيذ مسيرة احتجاجية من مقر وزارة العدل إلى مقر وزارة المالية، لكن مع كامل الأسف تم المنع ديال هذه المسيرة، الشيء اللي دفع المكتب الوطني إلى تحويلها من مسيرة إلى وقفة احتجاجية. هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم كتجي في سياق برنامج نضالي تصعيدي الذي تخوضه النقابة الديمقراطية للعدل، واللي جاء من بعد تنصل ديال الحكومة من نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل. احنا تحاورنا مع وزارة العدل لمدة فاقت سنتين وتوصلنا لعدد من الاتفاقات بشأن المراجعة ديال النظام الأساسي، لكن لحد الساعة ما كاينش جواب، ما كاينش رد، ما كاينش تفاعل من طرف المصالح ديال وزارة المالية. اليوم كنا من طبيعة الحال مع موعد مع المسيرة الوطنية اللي علنت عليها النقابة الديمقراطية للعدل، واللي كتجي في سياق واحد برنامج احتجاجي اللي بدا منذ فبراير. ونحن نبدي حسن النية، علقنا معارك، خذنا حوارات، لكن للأسف الانقلاب الحكومي والتماطل هو سيد موقف. كذلك هذه المسيرة اليوم وجهت بالمنع، واللي كنعتبروه منع مدان وغير مقبول في مغرب اللي كنطمحوا له، مغرب الحريات، مغرب الديمقراطية، مغرب المتنفس ديال التعبير على على على, على الغضب ديال الجماهير الشعبية. لذلك حنا حولنا هذه المسيرة إلى وقفة اللي غنفذوها بشكل حضاري ومسؤول. الهدف من طبيعة الحال هو إخراج النظام الأساسي اللي كتب الضبط. الهدف اليوم هذا النظام الأساسي مشروعه متوافقين حوله مع وزير العدل، يعني الإشكال ماشي في وزير العدل، كاين توافق مع وزير العدل، لكن الإشكال في القطاعات الحكومية وأساسا وزارة المالية اللي رافضة أنها تستجب للمطالب ديال كاتبات وكتاب الضبط. وقفتنا هذه تأتي بعد أولا كانت مقرر أن تكون مسيرة، لكن فوجئنا بالمنع الذي توصلنا به الآن، وبالتالي نقول للحكومة ولكافة الجهات المتعددة الصلة بقانون الأساسي لكتابة الضبط أن معركتنا ستستمر، وأن التصعيد سيأتي لا محالة، لأن ملفنا ملف قانون أساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل. وهنا التساؤل يطرح بالحقيقة، لماذا تم الاتفاق مع وزارة العدل ورفضت الحكومة بل وتتجاهل، وكأن القطاع عدل وكأن مصالح المواطنين وباقي الجهات المتعامل مع أطراف العدالة لا تعنيها من شيء، وهو ما سنجيب عنه في برنامج نضالي صعيدي آخر بعد انعقاد المجلس الوطني لاحقا. وتحية نضالية للجميع.